أكد كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أن الصناعة هي قاطرة التنمية، ولذلك تولي الدولة اهتماما كبيرا بها. وأوضح في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن في حالة زيادة مساهمة الصناعة إلى 35% سترتفع الصادرات إلى 105 مليار دولار بخلاف تغطية السوق المحلية. الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية. الصناعة يمكن أن تحل جزء كبير جدا من مشكلات مصر الاقتصادية. نعم. وأنا هدي لحضرتك رقم، لو كانت الصناعة بتساهم ب 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، لو ارتفعت المساهمة دي ل 35%، يعني تلت المساهمة في الاقتصاد الكلي. لو ارتفعت ل 35% هتبقى الصادرات بتاعتنا تتجاوز 105% مليار دولار. 105 مليار دولار في الصادرات. الصادرات فقط، تمام. غير تلبية احتياجات السوق المحلي، وبالتالي هنحل المشكلة أو الفجوة الدولارية اللي موجودة. الميزة للصناعة إن هي بتبقى إنتاج مستمر، مصانع شغالة، عمالة شغالة، الإنتاج ما فيهوش ما تأثرش بأي عوامل خارجية مثلا.